السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ معكم الدكتور أشرف البرعي، محاضر الكيمياء الحيوية في كلية الطب المنصورة وطلبة صيدلة المنصورة. إن شاء الله الفيديو ده لطلبة تانية جنرال وطلبة تانية كلينيكال، علشان نتعرف كده عن المادة ونعرف يعني إيه كيمياء حيوية أو بايو كيمستري. الكيمياء الحيوية أو البايوكيمستري، طبعا أنت أخدت مع دكتور الإيزلي مثلا، أخدت اللي هي الأورجانيك كيمستري اللي هي الكيمياء العضوية. إحنا النهاردة بنتكلم عن مادة جديدة خالص ملهاش أي علاقة بالعضوية أو بالتحليلية نهائي، اسمها البايوكيمستري، الكيمياء الحيوية البايو. بنتكلم مثلا في الأورجانيك إنك كنت بتدرس تفاعلات كيميائية، ولكن كانت تفاعلات في المعمل، انك مثلا يعني كان عندك مادة A بتتحول الى مادة B، وعادة يعني كده كان بيبقى على السهم بيبقى معاك حاجة اسمها كاتاليست. احنا النهاردة بنتكلم عن علم الكيمياء الحيوية، قالك هو العلم اللي بيدرس تفاعلات كيميائية ولكن مش في المعمل، تفاعلات الكيميائية داخل خلايا الكائن الحي. يبقى الكيمياء الحيوية قال لك، أو البايوكيمستري قال لك، هي الكيميكال رياكشنز، العلم اللي بيدرس التفاعلات الكيميائية انسايد الهيومن بودي سيلز، يعني داخل خلايا الكائن الحي. وطبعا تفاعل مثلا زي ده، عندي مادة A بتتحول إلى مادة B، طبعا لو بنتكلم عن عضوية كنا هنقول كاتاليست، إنما أنا هنا بتكلم عن خلايا الكائن الحي، هيبقى الكاتاليست اللي عندي بتاع ربنا، كاتاليست رباني اللي انا بسميه بايو كاتاليست، او بقول عليه الانزيمات. طيب ديت اللي هي التفاعلات اللي بتتم داخل الخلايا، اللي انا عندي مادة بتتحول الى مادة اخرى عن طريق بعض الانزيمات اللي موجودة داخل الخلية. قبل ما ندرس الكلام ده كله او التفاعلات ديت، حابين نعرف ايه هي ممكن التفاعلات اللي هندرسها داخل الخلية. قال لي مثلا التفاعلات بتاعت التمثيل الغذائي، ان التمثيل الغذائي ان هو شخص اكل مثلا كربوهيدرات او ليبيد او بروتين، المفروض الشخص بياكل لكذا سبب، فعندنا سبب مثلا ان الشخص بياكل علشان يستمد طاقته يعني، ويروح الكورس يروح الكلية وهكذا. في شخص تاني بياكل والأكل بيبقى زايد عن حاجته وبيروح يتخزن بقى في الكرش وكده في صورة ليبيد وهكذا. يبقى كل الكلام ده بنسميه تمثيل الغذاء. وعشان مثلا الجسم يحرق الكربوهيدرات اللي احنا بناكلها ديت علشان يديلك طاقة، ديت بتبقى تفاعلات بنسميها تفاعلات التمثيل الغذائي او تفاعلات الميتابوليزم، وديت التفاعلات اللي احنا بندرسها في البايوكيمستري. طيب بايوكيمستري بقى بتدرس مش بس من بداية التفاعلات، لا، بايوكيمستري بتدرس من اول ما بتحط الاكل في بقك. طيب خلينا كان نتكلم عن بداية اما الشخص بيحط الاكل في بقه. خلينا نتكلم هو ايه الاكل اصلا، المين فود ستاف اللي عندنا. قال لي المين فود ستاف عندي كربوهيدرات والليبت والبروتين، كربوهيدرات وليبت وبروتين. الكيمياء الحيوية بتدرس من اول ما احط الاكل في بقه، يعني اول عملية ندرسها للكربوهيدرات او الليبت او البروتين هي عملية الهضم، الدايجيشن. ايه هو تعريف الدايجيشن يا جماعه؟ قال لي هو conversion of macromolecule into the simplest unit، تحويل المركبات الكبيره macromolecule into the simplest unit، الى ابسط صوره، وما قلتش صوره بسيطه، قلت ابسط صوره. يعني بمعنى لو انا عندي كربوهيدرات عشان اقول ان هي اتهضمت لازم تتحول الى ابسط صوره اللي انا بسميها مونو سكرايد. مونو يعني احادي، سكرايد يعني سكر، يبقى مونو سكرايد ديت اللي هي احادي السكريات، ما الكربوهيدرات هي السكريات، يبقى ابسط صوره للسكريات احادي السكريات. عندي مثلا البروتين، البروتين ده لو انا عملت له عمليه هضم دايجيشن
عشان اقول ان انا وصلت لابسط صورة، الاقي ابسط صورة في البروتين حاجة اسمها الاحماض الامينية، الامينو اسيدز. عندي كمان الليبيد، الدهون، الاقي ان الدهون ديت لو انا عملت لها عملية دايجيشن او هضم هلاقيها بتتحول الى ابسط صورة اللي هي الفاتي اسيد. يبقى الدايجيشن هي conversion of macro molecule into the simplest unit. فمثلا لو عندي كربوهيدرات يبقى السمبلست يونت مونوساكرايد، لو ليبيد هتبقى السمبلست يونت فاتي اسيد، لو بروتين هيبقى السمبلست يونت امينو اسيد. كده تمت عملية الدايجيشن، حولت المركبات الكبيرة الى ابسط صورة. طيب العملية التانية قال لي عملية absorption، يلي عملية الدايجيشن عملية الابزوربشن. ويعني ايه عملية ابزوربشن؟ هتقول لي ابزوربشن معناها امتصاص. طب ما معنى عملية الامتصاص؟ قال لي هو عملية الامتصاص ان انا ابتدي ادخل المركبات اللي هي ابسط صورة ديت، ابتدي ادخلها في الدم. يعني كده بعمل لها عملية ابزوربشن، يعني بدخل المركبات الابسط صورة داخل البلط. طيب داخل البلط بقى المفروض ان الحاجات اللي هي السمبلست يونت ديت المفروض ان هي تدخل الخلايا وتتم التفاعلات الكيميائية اللي احنا بنتكلم عنها، التفاعلات الكيميائية داخل خلايا الكائن الحي. خلينا نبص على التفاعلات الكيميائية داخل خلايا الكائن الحي. هلاقي ان انا عندي مادة ايه بتتحول الى مادة بي، زي العضوية بالظبط، مادة ايه بتتحول الى مادة بي. ولكن في العضوية كان عندي حاجة اسمها كاتاليست. هنا انا بتكلم عن داخل الخلية، فبدل ما اقول كاتاليست اقول بايو كاتاليست. بايو كاتاليست، بنتكلم في البايو يبقى بايو كاتاليست. بايو كاتاليست ده اللي احنا بنسميه الانزيم. يبقى ايه هو الانزيم ده؟ الانزيم ده المفروض هو الحاجة اللي هتتحكم في التفاعل الكيميائي. الانزيم يشتغل، يشغل التفاعل الكيميائي. الانزيم يقف، يوقف التفاعل الكيميائي. قال لي كمان الانزيمات ديت يعني ناس لارج شويه، فبتحتاج معاها مساعد، مساعد الانزيم اللي انا بسميه كوانزيمز. كوانزيم، كوانزيمز اللي هي مساعدات الانزيم. والكوانزيم ده قد يكون فيتامين وقد يكون ميتال، قد يكون فيتامين وقد يكون ميتال. طب يعني ايه بقى كوانزيمز، ويعني ايه فيتامين، ويعني ايه ميتال؟ يعني يقول لك يا سيدي مثلا انا معايا انزيم وليكن اسمه هيدروكسيليز. هيدروكسيليز ده اللي هو بيحط مجموعة او اتش على المادة. طيب يقول لك بقى الهيدروكسيليز ده معلم انزيم بيحط او اتش على المادة، يقول لك الانزيم ده عشان يشتغل لازم يكون معاه فيتامين سي. يبقى ايه هو فيتامين سي في الموضوع؟ فيتامين سي كو انزيمز، عامل مساعد للانزيم اللي كان اسمه ايه؟ الهيدروكسيليز. مثال تاني على الميتال، عندي انزيم اسمه كاينيز. كاينيز ده ناخده ان شاء الله بعد كده. المفروض ان كاينيز ده انزيم بيحط مجموعة فوسفات على المركب، مش مهم حالا، المهم ان كاينيز ده المفروض بيحتاج معاه المغنيسيوم، ميتال المغنيسيوم. اذا الكاينيز او المغنيسيوم ده المفروض دوره ايه؟ هتقول لي دوره كو انزيمز او مساعد للانزيم بتاع اللي هو كان اسمه الكاينيز، وهكذا. طيب نيجي على حاجة مهمة جدا، ويعني الحاجات ديت الجزئية اللي هتكلم عنها ديت بنشرحها في طب، انما في صيدلة مبقاش فيها اهتمام اوي يعني، اللي هي الهرمونات. ايه هي الهرمونات؟ قال لي الهرمون ده الحاجة اللي بتتحكم في عمل الانزيم. يعني انا عندي الانزيم هو المفروض اللي ممكن لو هو شغال يشغل التفاعل، انما لو هو مش شغال هيوقف التفاعل. طيب ايه بقى اللي يشغل الانزيم او يوقف الانزيم؟ قال لي الهرمونز، الهرمونات هي اللي بتتحكم في عمل الانزيم. طيب يبقى احنا كده عرفنا بالترتيب البايوكيمستري، ندرس من اول ما بنحط الاكل في بقنا عمليه الهضم هي conversion of macromolecule المركبات الكبيره الى ابسط صوره، بعد كده عمليه absorption امتصاص، بعد كده تبتدي
اللي هي الحاجات الأبسط صورة تدخل الخلية، وندرس التفاعلات اللي بتتم داخل خلايا الكائن الحي. طيب التفاعلات عند مادة A بتتحول إلى مادة B عن طريق إنزيم، والإنزيم ده قد يحتاج فيتامين وقد يحتاج ميتال، وبسميهم الفيتامين أو الميتال بسميهم كو إنزيم. طيب مين اللي بيتحكم في عمل الإنزيمات؟ قلنا اللي هو الهرمون. يبقى ده باختصار الكيمياء الحيوية. طيب هل يا دكتور أنا هدرس التفاعلات ديت في باي وان كده على طول؟ هقول لك لأ، التفاعلات ديت مش هندرس منها حاجة في باي وان، التفاعلات ديت هندرسها إن شاء الله سنة تالتة الترم الأول بايو تو، مادة كده لوحدها لذيذة كده، بيقولوا إن هي أتقل مادة في الكلية بس هي كويسة ما تصدقهمش. اللي هي بايو 2 بندرس التفاعلات اللي هي بتتم داخل الخلايا الكائن الحي دي. طيب امال بقى بايو انا هندرس ايه؟ ما انا حبيبي عشان اخليك تدرس التفاعلات اللي بتتم داخل الخليه، ده انا اخليك تدرس تفاعلات تتم مثلا ما بين كربوهيدرات، تفاعلات ما بين ليبيد، فعلشان اخليك تدرس التفاعلات ديت لازم اعرفك الاول يعني ايه كربوهيدرات، واعرفك يعني ايه ليبيد، وهكذا. يبقى اللي هندرسه السنه دي ان شاء الله عندنا اول حاجه شابتر اسمه الكربوهيدرات، نعرف خصائص الكربوهيدرات ونعرف انواع الكربوهيدرات وهكذا. كذلك نفس الكلام شابتر اسمه الليبت، شابتر الدهون، نعرف انواع الليبت، نعرف ان احنا عندنا حاجه اسمها سيمبل ليبت وحاجه اسمها كومباوند ليبت. كومباوند ليبت ده مثلا يعني ليبت وعليه جزء تاني مش ليبت، يعني ايه؟ يعني ليبت وعليه فوسفات اسميه فوسفوليبت، وهكذا. ندرس البروتين، نعرف ان البروتين دي بتتكون من حاجة اسمها احماض امينية، نعرف ان في الجسم عندنا حوالي يعني 20 امينو اسيد بيدخلوا في تصنيع البروتين، ندرسهم بالاستراكشرات بتاعهم ونعرف خصائص كل واحد فيهم وناخد اشكال البروتين المختلفة وهكذا. يبقى ده تالت شابتر البروتين. بعد كده ناخد شابتر الانزيمز، الانزيمات، نعرف الإنزيمات بتشتغل إزاي، نعرف أنواع الإنزيمات، نعرف الخصائص بتاعة الإنزيمات وإيه الحاجات اللي ممكن تزود عمل الإنزيم أو توقف عمل الإنزيم. هناخد كمان يا جماعة شابتر الفيتامينات، ناخد بقى الأنواع الفيتامينات المختلفة، عندنا حاجة اسمها ووتر سولابل فيتامين وحاجة اسمها فات سولابل فيتامينز، بندرسها كلها بنشوف بنبص على الاستراكشرات بتاعها ونشوف كل خصائص كل فيتامين معاه. يبقى ديت باختصار الكيمياء الحيوية. كان معاكم دكتور أشرف البرعي، أتمنى كده يكون كورس كويس بإذن الله، ونقدر نديلكم كل اللي تحتاجوه في الكيمياء الحيوية إن شاء الله، وأنا معاكم في أي حاجة تحتاجوها يا جماعة. نشوف بقى اللي هي تقسيمة المنهج النظري في باي وان. ان شاء الله اتكلمنا عن حاجة اسمها بروتين، واتكلمنا كمان عن الفيتامين والانزيمات والكربوهيدرات والليبت، وهكلمكم عن حاجة اسمها البيولوجيكال اوكسيديشن والنيوكليك اسيد. البروتين ده بيبقى حوالي سبع محاضرات، والفيتامينز حوالي بيبقوا خمسة، والإنزيمز والكربوهيدرات كل واحدة كده بيبقى حوالي أربعة، ليبيدز حوالي ثلاثة. طيب عندنا بقى حاجة اسمها بيولوجيكال أوكسيديشن، ديت أحيانا بندرسها في باي وان محاضرة واحدة، أحيانا في باي وان وأحيانا في باي تو. السنين اللي فاتت بندرسها في باي تو، يعني آخر سنتين ما هماش موجودين في باي وان، موجودة في باي اتنين بس، قبل كده كانت ممكن تيجي في باي وان. طيب وعندنا حاجة اسمها نيوكليك اسيدز اللي هي الأحماض النووية اللي هي الدي ان ايه والار ان ايه، بيبقى معانا محاضرتين في الآخر كده عن التركيب بتاع الدي ان ايه، أشكال الدي ان ايه والأشكال الار ان ايه وهكذا. يبقى نبص كده مقدمة عن كل شابتر من دول. عندنا مثلا الكربوهيدرات كيمستري، نتعرف على الكربوهيدرات وخواص الكربوهيدرات والأنواع بتاعها وهكذا. كذلك الشابتر بتاع الليبيد كيمستري،
ناخد بقى الفاتي اسيد بقى وانواع الفاتي اسيد وهكذا، والتفاعلات بتاعة الليبيد والتقسيمات بتاعة الليبيد وهكذا. ندرس الفيتامينات وحاجة اسمها فات سولوبل فيتامين وحاجة اسمها ووتر سولوبل فيتامينز، نتعرف عليهم بالاستراكشرات بتاعتهم. نعرف مثلا ان لو في نقص في فيتامين معين فده ممكن يؤدي الى مرض وهكذا. ندرس البروتين كيمستري، نعرف ان البروتين ده بيتكون من احماض امينية عندنا في جسم الانسان، حوالي 20 امينو اسيد هما المسؤولين عن تصنيع البروتين، ندرس هذه الامينو اسيد. ندرس الفروق ما بينهم، ندرس الاشكال بتاعة البروتين وهكذا. عندنا شابتر الانزيم، عندنا الانزيمات ديت اللي هي تعتبر الكاتاليست داخل خلايا الكائن الحي اللي انا بسميها بايو كاتاليست. نعرف يعني ايه انزيمز، نعرف الميكانيزم اوف اكشن بتاعهم يعني بيشتغلوا ازاي، الفاكتورز الافكتنج الانزيماتيك اكتيفيتي يعني ايه هي العوامل اللي هتتحكم او ايه العوامل اللي هتزود عمل الانزيم وايه هي العوامل اللي ممكن تقلل عمل الانزيم. ناخد كمان شابتر اللي هو النيوكليك اسيدز، والنيوكليك اسيدز ده اللي هي الاحماض النووية اللي هي الدي ان ايه او الار ان ايه. ندرس الدي ان ايه وهندرس كمان الار ان ايه والاشكال والانواع بتاعة الار ان ايه. بالنسبة للعملي، العملي بيبقى الامتحان متقسم على جزئين، جزء بيبقى جايب لك النون يعني بيبقى انت جايب لك حاجة زي الكيمياء العضوية بالظبط، جايب لك مثلا كربوهيدرات او حاجة بروتين، وبيبقى طالب منك تعرف الحاجة اللي معاك ديت ايه. فمفروض احنا بنمشي على سكيم، وبناء على هذا السكيم بنطلع القانون اللي معانا وبنكتبه في الامتحان. بالنسبة لصيدلة كلينيكال، المفروض انك يدوبك تطلع القانون وبتبقى الاسكيمات بتدخل بيها الامتحان. بالنسبة للجنرال بتحفظ، ما بتدخلش بقى الامتحان، وده اللي كان بيتم في السنوات اللي قبل كده. هنشوف ايه اللي ممكن يحصل السنة دي بإذن الله، وخصوصا ان الدكاترة اتغيرت بالتحديد في كلينيكال، يعني دكتور الششتاوي سمعت ان هو مش هيدخل وهتدخل دكتورة ليلى عايزة. طيب الجزء التاني من العملي، احنا قلنا القانون، الجزء التاني من العملي بيبقى حوالي 10 درجات مثلا، حاجة اسمها الشيت. الشيت ديت يعني حضرتك اخدت سكاشن عملي بايو. المفروض السكاشن ديت احنا بنذاكر السكاشن دي وبنمتحن عليها امتحان شيت، يعني امتحان نظري اللي احنا بنسميه النظري العملي. يبقى هيبقى في الامتحان بتاعنا قانون وهيبقى معانا الشيت. العمل ان شاء الله هنخليه سهل جدا، والناس معايا يعني الحمد لله كل الكورس معايا كلهم بيقفلوه ومحدش يقلق منه. يهمنا بس الناس في العمل تشتغل في المعمل بايديها علشان كتر الشغل بيريح. لما بتشتغل في المعمل وترجع تشتغل معايا، الشغل بتاعك ده هيريحك وهيديلك طمأنينة اللي انت كويس في الشغل. شكرا يا جماعة، ورب تكونوا استفدتوا بالفيديو الصغير ده. ومعكم اخوكم الاكبر دكتور اشرف البرعي، وان شاء الله اكون على حسن ظنكم بإذن الله.